رحب بحضراتكم من جديد من بعد الفاصل، ولسه مستمرين معاكم في اخر فقره معنا في صباح الخير يا مصر. امبارح الرئيس عبد الفتاح السيسي افتتح مؤتمر ومعرض مصر الدولي للبترول ايجيبتس 2022 في دورته الخامسه. المؤتمر كان فيه رسائل مهمه جدا واشادات بمصر من المنظمات الدوليه اللي بتعمل في مجال الطاقه والبترول. خلونا نتكلم بقى بتفاصيل اكتر مع ضيفنا المهندس صبري الشرقاوي، رئيس شعبه البترول والتعدين بنقابه المهندسين وخبير الطاقه. صباح الخير ومنورنا. وصباح الخير يا مصر. اهلا بيك يا باشمهندس. نوردن. يعني حابين نعرف من حضرتك دعم السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لطبعا البترول او قطاع البترول بشكل عام والمعرض ايجيبتس بشكل خاص. هو في الحقيقه يعني فخامه الرئيس كان اول واحد يبتدي في حضور مؤتمر زي ده، ما كانش قبل كده يحصل الكلام ده. طبعا بالنسبه للدعم كان أكبر دعم كان حصل من السيد الرئيس في حقل ظهر. حقل ظهر كان المفترض أن ياخد من 3 سنين لـ5 سنين عشان يكمل ويبدأ الإنتاج بتاعه. بالضغط من الرئيس ومقابلته برئيس شركة إني والاتفاق معاه على تخليل المدة، تم تقليل المدة دي من 5 سنين و3 سنين إلى 18 شهر. وطبعا لما أنتج حقل ظهر تغيرت الخريطة البترولية في مصر كاملة، لأن احنا قبل افتتاح حقل ظهر كنا بنعاني من نقص في إمدادات الغاز الطبيعي، وكنا بنستورد غاز طبيعي لأن كان الاستهلاك المحلي كان أقل أكتر بكتير من الانتاج. يعني وصلنا في فتره ل 4 مليار قدم مكعب، النهارده احنا انتاجنا حوالي 7 مليار قدم مكعب. الدعم بتاع فخامه الرئيس ادى الى الانجاز السريع والشورت كات، او ان احنا خدنا خطوات سريعه جدا كانت المحصله بتاعتها الانتاج السريع من هذا الحقل. مش ده بس، كمان يعني يمكن حضرتك تلاحظي ان الرئيس حتى في الكهرباء لما تقابل مع سيمنز وقعد معاهم وخدوا خطوات، وكان ايامها لسه احنا ما عندناش القدره الماليه على تنفيذ مشروعات كبيره زي دي، ورغم كده الحمد لله اكتملت المشروعات وبقينا حاليا عندنا فائض اكثر من 25% من الكهرباء. كذلك البترول حاليا عندنا، بعد ما كنا عندنا نقص في الانتاج لا يكفي الاستهلاك المحلي، اصبح اليوم الحمد لله بنصدر من مصنعين كبار اللي هم مصنع الاساله في الاي ان جي في ادكو، والمصنع الثاني سيجاز في دمياط. صادراتنا وصلت قد ايه من البترول؟ حاليا صادرات مصر حوالي 2000 مليون قدم مكعب في اليوم. كويس، فطبعا ده رقم كبير جدا، وده الطاقه بتاعتهم، يعني الطاقه بتاعت مصنع ايدكو 1300 مليون قدم مكعب في اليوم اساله، وسي جاز ده اللي كان توقف حوالي 8 سنوات وبدا العمل من شهور، وصل انتاجه حاليا اشتغلوا 800 مليون قدم مكعب في اليوم. ودي طبعا فاسيليتي كانت موجوده وفيها استثمارات كبيره جدا وكانت متوقفه من ايام الثوره يعني. طيب ازاي بقى ايجيبتس اصبح نافذه لصناعه الغاز والبترول في الشرق الاوسط وفي افريقيا؟ تمام، ما هو حضرتك لو جينا احنا وقلنا ان مؤتمر يكون فيه 11 وزير بترول ويكون فيه حوالي 20 رئيس شركه عالميه وتسع امناء و450 عارض من 80 دولة، وفيهم حوالي 40 شركة مصرية والباقي من الدول الأخرى. لما يكون مؤتمر يجمع كل هذا الكم من العارضين ومن الدول، وكمان لما نشوف الرئيس الطاقة وكالة الطاقة الدولية يحضر، والدكتوره ابو زيد اللي هي مسؤوليه الطاقه في افريقيا، وكل هذا التجمع بتكون النتيجه بتاعته ان اولا اظهار لما عندنا في مصر من استثمارات بترولية كبيره وهتؤدي في المستقبل
الى وهتكون في في المؤتمر ده اعلان لمزايده عالميه. المزايده العالميه دي هتدخل فيها الشركات اللي موجوده، فنزود الاستثمارات، هزود الاستثمارات وكمان هيكون في اتفاقيات دوليه كبيره جدا في هذا المؤتمر، وبدات اوريدي من امبارح يعني بدات اكثر من اتفاقيه مع شركات كبيره جدا. كمان من دعم فخامه الرئيس انه امبارح يقابل شركات زي شركه اباتشي وشركه بي بي شركه الغاز البريطانيه البريتش بتروليوم وشركه اباتشي. لما الرئيس يقابل رؤساء الشركات دي بتديهم الدفعه طبعا، راس الدوله كمان الثقه ان لا ده البترول في مصر مهم، وكمان بيقابلنا فخامه الرئيس، فدي بتديهم انه لا الاهتمام بيهم كبير. والاهميه هذا الملف، احنا عندنا استراتيجيه للطاقه المتكامله والمستدامه 2035 لو حضرتك اتكلمنا على ابرز ملامحها. حضرتك اللي بدات التفكير في هذا الموضوع من حوالي 4 سنين ان نضع حتى لا نرجع الى ما كنا عليه. بدات الوزاره وضع خطه ل 2035 تعتمد على ضمان الامدادات، بمعنى ان احنا لا يمكن في يوم نيجي نلاقي نقص للغاز او في مصر. اثنين ضمان استدامه الموارد الماليه. ليه؟ لان حضرتك كنا وصلنا في فتره ان الديون للشركاء وصلت ل 6.3 مليار دولار. فحضرتك لما يكون ليك ديون بمثل هذا الشكل تتوقف عن ضخ استثمارات جديده. حاليا وصلت 850 مليون. 850 مليون دي فاتوره عاديه بالنسبه للغاز، فاتوره عاديه شهريه. فالحاجه الثالثه ان ازاي اطور القطاع بحيث ان يتواكب مع الحداثه اللي موجوده في العالم والشركات العالميه، وازاي انا اشتغل معاهم وعلى الطرق بتاعتهم واكون مواكب معاهم في التجديد وفي الاب تو ديت الحاجات اللي هي التكنولوجيا الجديده. واعتماد على الشباب، وبدا الوزاره تهتم بالشباب، والسنه دي كانت النسخه الثالثه من تمكين الشباب كويس، ودي موجوده حاليا في المعرض، بحيث ان احنا كل سنه بنزود عدد الشباب اللي بيشتغلوا في البترول وبيدوهم وفرضوا على الشركات الأجنبية إن هي تاخدهم تعلمهم في شركاتها خارج مصر طبعا، سواء شركات أمريكية أو شركات بريطانية أو إيطالية زي إني، بتاخد الشباب دول تعلمهم الأحدث التكنولوجيا الموجودة بيرجعوا ينفذوه في مصر وبيرجعوا لنا، بيبقى البرنامج زي البرنامج الرئاسي كده. ده مهم جدا طبعا. حضرتك اتكلمت من شويه عن زياده مصر في صادراتها للغاز، حابين نتكلم عن اهم الاتفاقيات اللي مصر يمكن مضيتها في الفتره اللي فاتت لتصديرها للغاز. هو في خلال يعني اقول في خلال 2021 لو اتكلمنا في السبع سنين كويس هنقول حوالي 99 اتفاقيه. ب 348 بئر تم حفرها، 27 مليار دولار. لو اتكلمنا عن 21 بس هنقول ان احنا عندنا اكتر من 39 اتفاقيه، 8.1 مليار دولار. رقم برضو بيحصل في سنه واحده طبعا، ارقام كبيره جدا. في 21 الاهم ان تركيز السيد الرئيس على المواطن المصري، بمعنى انا الغاز ده بتاع مصر لازم يستفيد منه المواطن المصري. بعد ما كنا بنوصل في السنه ل 200,000 و100,000 شقه، وصل حاليا المعدل السنوي ل 1.2 مليون وحده سكنيه. توصيل الغاز 1.2 مليون وحده سكنيه ده رقم كبير جدا، ما كناش حتى في مع جائحه كورونا لم تتوقف، كنا شغالين ولم تنخفض عدد التوصيل للوحدات المنزليه. وصل النهارده احنا 13 مليون وحده سكنيه، وفي يونيو الجاي ان شاء الله قادم هنوصل 13.5 مليون وحده سكنيه. دي شغالين على ده وشغالين على احلال السيارات كمان. احلال السيارات حضرتك حاليا وصل ل 420 الف سياره، ده غير السيارات المتقدمه اللي هو بيجددها حاليا وبيدي مكانها سياره جديده،
وبيحولها للغاز. وصلت المحطات حاليا ل 600 محطه كويس، وهتوصل ل 1000 محطه على مستوى جمهوريه مصر العربيه متوزعه على المحافظات يعني، لتمويل السيارات بالغاز طبيعي. عشان يشجع الناس على، لان الاول كان عشان تروح محطه غاز هتروح مسافه كبيره وهتقف طوابير، واحنا مش عايزين ده صح كويس. حاليا التسريع في انشاء المحطات الغاز ده عظيم جدا، هيوصل ل 1000 محطه. عند ما وصل 1000 محطه ده، بل بالعكس ده عملوا محطات متنقله، لما لقوا الموضوع هيتاخر شويه عمل محطات متنقله، المحطه الواحده تمول حوالي 500 سياره. بتجوب المحافظات ولا ايه؟ بتروح في يعني اماكن، كل محافظه مثلا فيها عدد معين من هذه السيارات، اللي فيها عدد على حسب عدد السيارات اللي هي فيها غاز. يعني في دلوقتي الستاتستكس او الاحصائيات، الاحصائيه للسيارات الغاز. فانا لو عندي مثلا مكان فيه ضغط، متوقع فيه ضغط لسيارات الغاز، او لسه قدامي شويه مثلا وانا بعمل البنزين او محطه يعني الغاز، في 400 تحت الانشاء، حلو، في 600 تم انشائهم وتشغيلهم، وفي حوالي 400 محطه يتم انشائهم حاليا. فلغايه دي بتحصل انا بودي محطات متنقله تمول حوالي 500 سياره، وكمان ساعات بيملى مره ثانيه فيمول حوالي 1000 سياره. فتحويل الغاز طبعا الطاقه النظيفه بالنسبه للبنزين او السولار او كده، وخصوصا السيارات اللي هي بتشتغل بالسولار، لما تحولها انت حضرتك لغاز معناها انك انت قللت انبعاث الكربون طبعا، وده مهم جدا جدا. كمان في المعرض ده هيكون لاول مره كويس التحدث عن الهيدروجين الاخضر كويس، اللي هو المستقبل بالنسبه للطاقه النظيفه. المؤتمر ده وجود فخامه الرئيس والاهتمام العالمي ادى ان الطاقه الوكاله الدوليه للطاقه اختارت مصر عضو فيها كممثل لافريقيا. عظيم كويس. وكمان حضرتك عارفه ان في شهر 11 عندنا كوب 27 اللي هو المؤتمر الوكاله الدوليه للاهتمام بالمناخ، واخد بال حضرتك ده هيكون في شرم الشيخ ان شاء الله في شهر 11 كويس. فكل ده خلى مصر على خريطه افريقيا، على خريطه العالم، ممثله لافريقيا. صحيح كويس. ودور وداعم للدول الافريقيه طبعا، داعم. وحضرتك لو شفت امبارح الرئيس لما اتكلم وقال كويس انه هو كافريقيا مش كمصر، احنا النهارده دفعت الفاتوره، ما تدفعش فاتوره مرتين كويس، لان يعني كان الاستعمار صحيح. وبعد كده حاليا كمان الموارد اللي في افريقيا كبيره جدا، ومع ذلك 54 دوله كويس، لما نشوف لما يقولوا لنا فيهم 900 مليون لسه بيطبخوا بالطرق البدائيه، بتادي ان يموت منها 400,000 سنويا، وده رقم كبير جدا كويس. ما زلنا شوفي احنا حضراتكم احنا وصلنا لايه في الطاقه وفي الايام دي، وما ذلك ومع ذلك ما زالت في تفاوت ما بين الدول الافريقيه في الطاقه بالذات، تفاوت طيب. كبير باشمهندس، احنا وقتنا خلص، لكن كنا عايزين نعرف من حضرتك في النهايه كده، سمعنا ان في بنزين 98، لا هو لغايه دلوقتي البنزين 95، واقفين عند ال 95، هينزل 98 قريب؟ لا البنزين 95 ده هي خصوصا في اسيوط بدا عمل موضوعات المصنع اللي هو عالي الاوكتين اللي هو الخط في الموتور، واخد بال حضرتك ان هو ايه عمليه الموتور الانجكشن وكده. طبعا ال 92 احسن من ال 90 او بالنسبه لل 80، في 95 95 يكون احسن شويه، لكن في 98 لسه لا مفيش. هينزل قريب اخبار عنه؟ مش عايزينه. 95 حلو قوي يعني، 95 هايل. لا 95 احنا كنا سمعنا الكلام ده، فقلنا نتاكد من حضرتك. 95 كويس قوي يعني، ده عظيم. كل الشكر لحضرتك يعني المهندس صبري الشرقاوي، رئيس شعبه البترول والتعدين بنقابه المهندسين وخبير الطاقه، متشكرين على وجود حضرتك. شكرا جزيلا يا فندم.